حياكم الله، هذه هي نشرة مفصلة من الأنباء ونبدأها بالعناوين. رابع أيام طوفان الأقصى، الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على مناطق مختلفة من غزة بعد يوم من المجازر وارتفاع عدد قتلاه إلى 900. هدوء حذر عند الحدود اللبنانية بعد إعلان حزب الله استهداف ثكنتين في الجليل ردا على استشهاد 3 مقاومين في قصف إسرائيلي، وتل أبيب تعترف بمقتل نائب قائد لواء. Human Rights Watch تصف تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بالبغيضة وتعتبر الحصار على غزة جريمة حرب، وغوتيريش يطالب بتسهيل وصول المساعدات إلى غزة. الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تجدد تأييدها لإسرائيل في مواجهة غزة، وواشنطن توضح أن دعمها سيقتصر على الجانب الاستخباري. مادورو يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وإقامة نظام فصل عنصري. إذن هذه العناوين وغيرها في سياق هذه النشرة، ولكن بطبيعة الحال نبدأ من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي واصل عدوانه على قطاع غزة بعد ارتكاب سلسلة مجازر خلال قصف عنيف على القطاع يوم أمس، وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات منذ الصباح على مناطق مختلفة من القطاع، وأعلنت وزارة الصحة بلوغ عدد الشهداء 704 شهداء ونحو 3900 مصاب من جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة. بالتوازي تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 900 والجرحى 2000. وشيع جثمان الصحفيين الشهيدين سعيد الطويل ومحمد صبح اللذين استشهدا بغارة جوية أثناء تغطيتهم لقصف إسرائيلي لعمارة تضم عددا من المكاتب الصحفية غرب مدينة غزة. مصادر طبية قالت إن الصحفيين سعيد الطويل ومحمد صبح أبو رزق استشهدا أثناء تغطيتهم إخلاء بناية حج التي هدد الاحتلال بقصفها. وأفاد شهود بأنه أثناء تغطية الحدث وعلى بعد نحو 150 مترا من مكان المبنى الذي كان من المقرر استهدافه، تمركز عدد من الصحفيين والمواطنين لمتابعة القصف والتقاط الصور، حيث تفاجأ الجميع بقصف طائرات الاحتلال التجمع. زميلا صحفيا آخر سيقوم ليرفع هذه الكاميرا ويرفع لتبقى الرسالة باقية وليبقى الشعار الخالد من دفن كل فلسطين. ضغط
من غزة ينضم إلينا مراسل الميادين أحمد غانم مجددا. أهلا بك أحمد. إذا يعني قبل قليل كان هناك ارتفاع في حصيلة الشهداء والجرحى، لو توفينا بآخر حصيلة لديك. نعم، حتى هذه اللحظة وزارة الصحة لم تحدث الإحصائية النهائية لأعداد الشهداء، إنما يعني هي إحصائية يوم أمس، لكن طبعا نحن بمصادرنا ومعلوماتنا نوثق عبر معلومات من كل منطقة ما يردنا من معلومات حول أعداد الشهداء. هناك أعداد كبيرة سترفع أعداد الشهداء. يعني وزارة الصحة قالت بأن أعداد الشهداء تجاوزت 700 وأكثر من 10 شهداء حتى هذه اللحظة، وما يزيد على 3000 جريح، لكن هذه ليست إحصائية نهائية يارى حتى هذه اللحظة، لأنه ما تزال جثامين الشهداء تتوافد إلى المستشفيات، ما تزال الأطقم الطبية والدفاع المدني بعد بزوغ هذا الشمس انتشرت في أماكن التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي، وتقوم بأعمال البحث وانتشال جثامين أو البحث عن يعني ناجين في عمليات القصف الإسرائيلية، ولا سيما تلك التي ضربت منطقة الرمال. انتشل من هذه المنطقة عدد من الشهداء في هذا الصباح الباكر، وكذلك أيضا من ركام العمارة التي استشهد فيها الزملاء الصحفيين، أيضا انتشل جثمان شهيدين. وأعيد التأكيد بأنه قبل قليل أعلنت وزارة الصحة ارتقاء الشهيد الصحفي الثالث هشام النواجحة، متأثرا بالجراحة التي أصيب بها مع زملائه سعيد الطويل ومحمد صبح أثناء تغطيتهما لإخلاء عمارة سكنية كانت إسرائيل يعني ستقصفها. وبالفعل إسرائيل قصفت هذا المبنى دون سابق إنذار، كان الزملاء بالقرب من هذا المبنى، انهار عليهم بشكل مباشر، نقلوا إلى المستشفى. والآن طبعا قبل قليل جرت عملية تشييع جثامين الشهداء، لكن ستمر هذه الجثامين على منازل الشهداء لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة قبل دفنهم في منطقة سكنة. نعم، هذا صوت غارات تتجدد. نعم. الغارات، ضعنا في تفاصيلها أكثر. هذه الغارات لم تتوقف منذ ليلة أمس. الغارات الإسرائيلية ازدادت، إسرائيل كثفت من هذه الغارات. الآن صافرات الإنذار تدوي في كوسوفيم والعين الثالثة، عين هشالوشا وكوسوفيم. إذن صافرات الإنذار تدوي في كوسوفيم والعين الثالثة، يبدو أنه هي قذائف هاون، لأنه غالبا هذه كيبوتسات عسكرية محاذية للسياج الفاصل، وتحديدا غلاف غزة الشرقي. إذن صافرات الإنذار دوت في كيسوفيم والعين الثالثة قبل دقيقة من. إذن هناك رشقات تطلق من غزة باتجاه تلك المناطق والمستوطنات. نعم صحيح، الآن يبدو أنه في قذائف هاون كثيرة، خاصة الكيبوتسات العسكرية، إما يطلق عليها يعني مقذوفات صاروخية من نوع 107 نظرا لأنه المسافات قريبة، أو التعامل معها بقذائف الهاون. ولعل فصائل المقاومة نشرت صورا الأيام الماضية لعملية استهداف هذه الكيبوتسات العسكرية بطبعا قذائف الهاون، إنه تعرف في سلاح الهاون هو سلاح دقيق جدا، وخاصة يستخدم في تفريق التحشدات العسكرية على الحدود. وطبعا استخدمته المقاومة في بدء العملية، عند بدء عملية طوفان الأقصى، وذلك في لإنشاء غطاء ناري يمكن عناصر المقاومة وكتائب القسام من اجتياز طبعا الحدود، وكذلك التعمية على جنود الاحتلال الإسرائيلي. وردني الآن أن هناك انتشال لعدد من الشهداء من تحت أنقاض منزل عائلة أبو عبيد، وطبعا الذي قصفته الطائرات الحربية بشكل مباشر شمال قطاع غزة قبل طبعا قليل. استمعت الآن إلى أصوات انفجارات، لكن لا أعرف حقيقة في الناحية التي أقف فيها، لا يعني لا يظهر طبيعة الاستهداف. طبعا وصلتنا قبل قليل صور من حي الرمال تظهر حجم الدمار الذي أحدثه
القصف الإسرائيلي ليلة أمس، يعني مباني جامعية سويت بالأرض، يعني وهذه خسارة كبيرة جدا. الجامعات تستهدف بعد يعني بعد المساجد، المؤسسات التعليمية، الجامعة، مباني الجامعة الإسلامية هي مباني تقع على الشارع الرئيسي في تلك المنطقة، تعرضت لدمار كبير، عمارات سكنية. أحمد، يعني وأنت تتحدث، هي طبيعة الاستهدافات، يعني مساجد، مباني تعليمية، عمارات سكنية، منتجعات سياحية، ضرب لكل مقومات الحياة، وهي يعني فيها ربما الحد الأدنى وحتى أقل منه في غزة المحاصرة منذ 15 عاما. نعم، إسرائيل طبعا ليس لديها حدود في عمليات الاستهداف، ليس لديها لا أخلاق في يعني أخلاق عسكرية، ولا حتى لديها أي حس إنساني. يعني إذا كانت إسرائيل قتلت منذ بداية هذه المواجهة ما يزيد على 120 طفلا، استهدفت المستشفيات وحضانات الأطفال وكذلك محطات توليد الأكسجين في المستشفى الأندونيسي، هدمت البيوت على رؤوس ساكنيها، قصفت عددا من المساجد، استهدفت البنى التحتية، أوقفت إمدادات المياه عن غزة، قطعت الكهرباء عن قطاع غزة، ما تزال تغلق معبري بيت حنون إيرز شمال القطاع، وكذلك المعبر التجاري الوحيد اللازم لإدخال البضائع، معبر كرم أبو سالم، ما يزال مغلقا. إسرائيل يعني تريد أن تعاقب بكل تأكيد سكان قطاع غزة. الآن الطائرات تدخل أجواء القطاع، طائرات المقاتلة المغيرة تدخل أجواء قطاع غزة مجددا الآن. طبعا الملاحظ بأنه ليس هناك فترة زمنية طويلة بين كل استهداف وبين الاستهداف والآخر. الآن نعم هذا صحيح، هذه غارات جديدة الآن في نفس المكان المستهدف في منطقة شمال غزة، أكثر من 3 غارات بشكل متزامن ضربت المنطقة، وهذه رابعة. إذن قصف كثيف وعنيف ومتجدد منذ الليلة الماضية، لم يهدأ إلا قليلا خلال الساعات الأخيرة من الليلة الماضية، ربما لساعة فقط، وكان هناك أيضا خلالها بطبيعة الحال استهدافات. الآن تتجدد الغارات ونشاهد، هذا صحيح، يعني أعمدة الدخان تتصاعد ودخان كثيف بطبيعة الحال يتصاعد جراء هذا القصف العنيف الذي تشهد مدينة غزة، قطاع غزة المحاصر، وبطبيعة الحال كما وصفها الرئيس الفنزويلي، نعم، إذن كما وصفها هي إبادة يتعرض لها الغزيون في القطاع المحاصر. أحمد، تفاصيل هذه الغارات معك التي نشاهدها الآن مباشرة. يعني هذه الغارات تستهدف الأراضي المطلة على السياج الفاصل، المطلة على غلاف غزة الشمالي، معظمها أراضي زراعية طبعا، لكن في ظل هذا التصعيد الكبير ربما طبعا وشدة القصف ربما يكون أصحابها قد أخلوها، باستثناء أن بعض هذه الغارات يعني أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووصلوا إلى المستشفيات. طبعا اليوم تم انتشالهم، طبعا لا يمكن بالضبط تحديد ما إذا كان هناك خسائر في هذا المكان، لكن طبعا في من شدة الاستهداف في هذا المكان اندلعت طبعا حرائق حريق، ولازال طبعا بعد انقشاع الدخان يمكن متابعة أنه يعني مستمر. الآن في بيان وصلنا من ألوية الناصر صلاح الدين تقول أنها قصفت مستوطنات غلاف غزة بعشرات الصواريخ ردا على المجازر بحق المدنيين، وكذلك نعى رئيس المكتب الإعلامي لحركة حماس الأسرة يعني الشهداء الصحافة
الذين ارتقوا طبعا بفعل القصف الإسرائيلي لأحد العمارات السكنية ليلة أمس. وطبعا قال بأن اغتيال الصحفيين الفلسطينيين هي محاولة بائسة لمحاربة الكلمة والصورة ومنع نقلها للعالم للتغطية على جرائمها طبعا البشعة. وأشاد طبعا رئيس المكتب الإعلامي لحركة حماس عزة الرشق بالأداء البطولي للصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تمارس دورا مهنيا ووطنيا في فضح جرائم الاحتلال. وبكل تأكيد دعا الرشق إلى ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في إسرائيل والذين تسببوا بهذه الجريمة، مقتل 3 صحفيين أو استشهاد 3 صحفيين بغارات إسرائيلية بشكل متعمد. نعم أحمد. طبعا الآن هناك نعم دعيني فقط أشير أيضا إلى العاجل الذي يردنا بأنه المديرية العامة للدفاع المدني تقول أن مركبة إسعاف أصيبت بشكل مباشر، وذلك أثر استهداف الاحتلال لها في منطقة العطاطرة، هذه المنطقة التي تتركز فيها الغارات الآن كما تبعنا قبل قليل. لذلك المديرية العامة تقول للدفاع المدني بأن مركبة أصيبت بشكل مباشر إثر استهداف الاحتلال لمنطقة العطاطرة في بيت لاهيا، وإصابة 4 من عناصر الدفاع المدني بقصف الاحتلال أثناء عملهم في إخماد حرائق اندلعت في مصانع بالمنطقة الصناعية شرق مدينة غزة. إذن استهداف مباشر لإحدى سيارات الإسعاف، مركبة إسعاف كما ذكر مراسلنا أحمد في منطقة العقاقرة لاهيا، وتجدد القصف أيضا. نعم يتجدد القصف أيضا، بينما تردني معلومات الآن عن أن الجيش يبث أسطوانات لبعض سكان مناطق غزة يطالبهم بإخلاء هذه الأماكن. طبعا بكل تأكيد نحن لا نقول هذا الخبر من أجل بث الرعب في نفوس الناس، ولكن ينبغي التحذير مما حذرت منه وزارة الداخلية بعدم التعاطي مع هذه الأسطوانات والرسائل المسجلة. يبدو أن هذا جزء من الدعاية والحرب النفسية. الآن هناك غارات متلاحقة وعنيفة، منطقة شمال قطاع غزة الآن منطقة العطاطرة تحديدا تتعرض لأوسع غارات عنيفة منذ الصباح. الآن غارات كثيفة وعنيفة وسحب الدخان تتصاعد بشكل كبير جدا من منطقة شمال قطاع غزة وتحديدا منطقة العطاطرة المطلة على الغلاف الشمالي طبعا لطبعا قطاع غزة. إذن أذكر فقط بأنه هذه الرسائل الصوتية التي تبثها إسرائيل وأجهزة المخابرات بقصد إرباك الجبهة الداخلية، ووزارة الداخلية والمكتب الإعلامي الحكومي كانوا قد حذروا سابقا من التعاطي مع مثل هذه الرسائل كونها تبث الشائعات وتحاول ضرب الجبهة الداخلية. طبعا هي ضمن أيضا سياسة الحرب النفسية. إسرائيل مثلا في السابق استخدمت وسائل مماثلة وأضافت عليها إلقاء منشورات كانت تحذر فيها سكان القطاع من التعاطي مع عناصر المقاومة، وأيضا كانت تتصل بأرقام وأسماء جمعيات وهمية بحجة تقديم المساعدات للناس مقابل الحصول على معلومات. طبعا وزارة الداخلية حددت أسماء هذه الجمعيات، وطبعا حذرت الناس من التعاطي معها على اعتبار أنها محاولة لاختراق الجبهة الداخلية. نعم أحمد، يعني بطبيعة الحال إذن يمارس الاحتلال مختلف الوسائل في هذا العدوان الوحشي على قطاع غزة المحاصر، ومن ضمن هذه الوسائل التي ذكرتها أيضا، إذا أردت أن أسألك يعني ضمن هذه الغارات الكثيفة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضمن عدوانه منذ ساعات الصباح الباكر، وهذه الغارات متواصلة منذ عدة أيام، إذا أردنا أن نعرف يعني حتى هذه اللحظة أي الأيام التي كانت شهدت أعنف الغارات أحمد، يعني هل يمكن أن يكون يعني هذه الغارات هي من الغارات الأعنف، أم أنه كانت يعني هناك ساعات شهدت قصفا عنيفا أكثر؟
هو في الحقيقة منذ بدء العدوان يعني تسجل ليلة أمس هي الليلة التي شهدت أعنف الغارات على قطاع غزة، يليها هذا القصف المركز، لكن لم يصل بعد أو لم تصل بعد هذه يعني هذا الاستهداف أو هذه الاستهدافات لم تصل بعد إلى نصف ما يعني حجم الغارات التي شنت بالأمس على منطقة الرمال المأهولة بالسكان. طبعا في مفارقة هذه منطقة ربما تكون أراضي زراعية خالية، يعني قد تكون مزروعة ولكن قد تكون أبعد قليلا عن التجمعات السكانية، لكن ليلة أمس كل الاستهدافات تمت في مناطق سكنية، مناطق وزارية، مناطق مأهولة بالمؤسسات والوزارات، وكذلك يعني مراكز أمنية وشرطية ومساجد. بالتالي تسجل ليلة أمس الحقيقة بأنها كانت شهدت أعنف غارات إسرائيلية منذ بدء هذا العدوان. نعم أحمد، إذن شاهد معا أعمدة الدخان التي تتصاعد جراء الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في هذه اللحظات وقبل لحظات على قطاع غزة. إذن ننتقل إلى هناء وهي معنا من شمال قطاع غزة المحاصر. مرحبا هناء، يعني ما هي آخر المستجدات لديك والتفاصيل؟ قبل قليل كان هناك تصريح لأحد المسؤولين الإسرائيليين بأنه يعني هناك تعليمات يعني التأكد من عدم امتلاك حماس لأي قدرة قتالية بعد الانتهاء من هذا العدوان. صباح الخير يارا لك ولأحمد ولكل أهالي غزة. نتواجد عند مدخل مستوطنة سديروت. الصوت يعود إلي، عفوا يارا، يعني الصوت يعود إلي مباشرة. ربما سيتم إصلاح هذا. إذا نتواجد عند مدخل مستوطنة سديروت يارا، طبعا هنا في الشارع الرئيسي عند هذا المفترق يعني هناك أثار للعديد من المركبات المدمرة بالكامل، وأثار أيضا في الشارع بأكمله للاشتباكات المسلحة العنيفة التي دارت هنا. يعني هذا الموقع هو أحد المواقع المركزية التي كانت تدور فيه الاشتباكات بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين. حتى هذه الساعة يارا يقومون بعمليات تفتيش وتمشيط للمنطقة وجمع أيضا على ما يبدو متعلقات للقتلى الإسرائيليين، خصوصا بأن هذا الشارع كان يعني على طول هذا الشارع كانت الجثث للقتلى الإسرائيليين موجودة على الطرقات يعني وبقيت هنا لساعات طويلة، يعني حتى اليوم الأول على الأقل، يعني ساعات المساء من اليوم الأول من يوم السبت كانت الجثث لا تزال هنا بحسب يعني المعلومات المؤكدة لدينا. وكان أصلا عملية إخلاء الجثث من قبل يعني الجهات المختصة استغرق أوقاتا طويلة، لأنه عناصر المقاومة حتى الساعات متأخرة من الليلة الماضية كانوا ما زالوا يتواجدون في المستوطنات أو في محيط المستوطنات في غلاف قطاع غزة، وبالتالي كان يعني القوات الاحتلال التي كانت تنتشر بكثافة هنا لم تكن أصلا قادرة على الاهتمام بمثل هذه الأمور، لأنه كانت تريد أن تشتبك مع عناصر المقاومة. في هذا الصباح يارا أولا يعني أريد أن أقول بأنه كان في صافرات إنذار في مستوطنات غلاف غزة في منطقة إشكول، ونسمع بين الحين والآخر دوي للانفجارات من هذا الموقع. يعني أيضا نتحرك بالكاميرا للجهة الأخرى. هذا الصباح أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه استعاد السيطرة على مستوطنات قطاع غزة وبأنه لا يوجد هناك أي من عناصر حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في المستوطنات، وأيضا قال بأنه ادعى بأنه لا يوجد أي أنفاق من غزة إلى المستوطنات الإسرائيلية. ولكن حتى صباح هذا اليوم يارا، حتى
الصباح كانت صحيفة هآرتس تؤكد بأنه لا تزال في الجدار الأمني المحيط بقطاع غزة على الأقل 10 ثغرات في الجدار التي دخل منها المقاومون إلى داخل المستوطنات. أذكر يارا بأنه بحسب التقديرات الإسرائيلية كان هنالك 80 نقطة دخل منها المقاومون وأهالي غزة في يوم صباح يوم السبت إلى المستوطنات. قبل قليل أيضا خلال حديثنا كان هناك صافرة إنذار جديدة. إذن في الربع ساعة الأخيرة تم إطلاق صليتين إلى المناطق المحيطة بقطاع غزة إلى منطقة إشكول أولا، والآن قبل قليل أيضا سمعت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان. بالنسبة الاستراتيجية التي يتبعها الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال في عدوانه على غزة، المتحدث بلسان الجيش قال بأنه نركز في هجماتنا على إلحاق الضرر وليس على الدقة. هناك توجه واضح على نسف كل شيء في قطاع غزة وليس الدقة، حتى ليس الدقة فيما يتعلق بالأسرى المستوطنين الموجودين لدى فصائل المقاومة. هذا أصلا غير مطروح وكأنه على طاولة حتى الأسئلة من قبل الصحفيين للناطقين بلسان الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي أيضا أعلن بأنه استقدم من خارج البلاد مئات من الجنود الإسرائيليين الذين كانوا في الخارج عبر سلاح الجو عبر طائراته الحربية وليس المدنية بشكل خاص. كان هناك في قطار جوي عمليا لإعادة الجنود من الخارج إلى داخل البلاد ليلتحقوا بالحرب، إضافة إلى أنه جند أكثر من 300,000 و 600 جندي احتياط. هناك أيضا تصريحات صعبة من قبل سياسيين إسرائيليين، على سبيل المثال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي يوآف كيش، وهو طيار سابق على بالمناسبة وهو عضو في الليكود، صباح هذا اليوم كان يتحدث إلى إحدى الإذاعات الإسرائيلية وقال أنصح أهل غزة أن يهربوا إلى مصر، هو المكان الوحيد على ما يبدو الذي لن يتم قصفه. هنالك حالة بالفعل إبادة، انتقام عنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، انتقام لكرامة ربما لكبريائي وغطرسات عسكرته بالأساس في المرحلة الأولى، ناهيك عن الانتقام لمستوطنيه ولكن هنالك صورة الجيش الذي لا يقهر نصفت بالكامل في صباح يوم السبت، وهذا ما ينتقم له الاحتلال الإسرائيلي. أيضا المحلل العسكري لصحيفة دعوت أحرونوت يارا نقلا أيضا عن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي بأنه قال للمراسلين الصحفيين الأجانب في قطاع غزة أقترح على كل من يستطيع الخروج من قطاع غزة إلى مصر القيام بذلك عبر رفح عبر الذي ما زال مفتوحا. هناك بالفعل توجه واضح نسمعه على لسان العسكريين والسياسيين والصحفيين إلى نسف قطاع غزة، وهذا خطير جدا بالتأكيد يارا. نعم، ابقي معنا هناء محميد. مجددا إلى قطاع غزة، ومجددا معنا الآن من غزة مراسل الميادين أكرم دلول. مرحبا أكرم. إذا أكرم، طب يبدو أنه أكرم لم يجهز بعد. بكل الأحوال نستأنف هذه النشرة مجددا، بعدها نعود إليك هناء. حركة حماس كانت أعلنت أن فير العام يوم الجمعة المقبل بعنوان جمعة طوفان الأقصى نصرة للقدس والأقصى وغزة المجاهدة. الحركة دعت في بيان لها فلسطين وشعبها الصابر المرابط لتلبية النداء وحشد كل الطاقات والنفير لنصرة القدس والأقصى وغزة المجاهدة، كما دعت إلى تلبية النفير العام في العالمين العربي والإسلامي للتضامن مع شعب فلسطين ومقاومتها. البيان دعا أهل الداخل المحتل إلى النفير والرباط في المسجد الأقصى المبارك.
الناطق باسم كتائب عز الدين القسام. أبو عبيدة أعلن أن كل استهداف للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من دون سابق إنذار ستقابله حماس بإعدام الأسرى الإسرائيليين المدنيين لديها، وستقوم ببثه بتسجيل مصور. وأكد أبو عبيدة تحميل الاحتلال المسؤولية عن هذا القرار. نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا، وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة. وإننا إذ نعلن عن هذا القرار لنحمل أمام العالم العدو الصهيوني وقيادته مسؤولية هذا القرار، فالكرة في ملعبه من الآن، وقد أعذر من أنذر. أبو عبيدة وفي كلمة بالصوت والصورة أكد أن معادلة الحرب الإقليمية مقابل العدوان على الأقصى يجب أن تكون شعارا بل نارا تحرق العدو. وإن معادلة الحرب الإقليمية مقابل العدوان على الأقصى لن تكون شعارا بل نارا وطوفانا يحرق ويغرق هذا العدو مرة واحدة وإلى الأبد بعون الله تعالى. أكد الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة أنه إذا لم يتوقف العدوان عن إجرامه بحق المدنيين فسيكون مصيره أو مصير أسراه مجهولا كمصير رون أراد قبل أكثر من 40 عاما. ختاما، إذا كان العدو الصهيوني حريصا على حياة جنوده وضباطه ومستوطنيه الذين باتوا أسرى في قبضتنا، فعليه التوقف فورا عن استهداف البيوت الآمنة وقتل المدنيين، وإلا فسوف يكون مصير جنودكم وأسراكم مجهولا كمصير رون أراد قبل أكثر من 40 عاما. وهذه رسالة لجمهور العدو، أراقبوا سلوك جيشكم بحق أبنائكم وكيف يتعمد قتلهم وإنهاء حياتهم بكل استهتار ودون أدنى مسؤولية. ونشرت كتائب القسام مشاهد من اقتحام مقاوميها مواقع الاحتلال العسكري شمال قطاع غزة وتدمير عدد من الآليات وأنظمة المراقبة. تحت بثت الميادين مشاهد حصرية لمقاتلي كتائب القسام أثناء اقتحامهم موقع أميتي العسكري شرق محافظة رفح. أعتذر المشاهد عملية تقدم المقاتلين بغطاء ناري كثيف ثم دخولهم الموقع وقتلهم عددا من الجنود الإسرائيليين داخله وتمكنهم من السيطرة عليه بما فيه من آليات ودبابات وذخائر مختلفة ضمن عملية طوفان الأقصى. الله أكبر. وقف وقف وقف. الله أكبر. الله أكبر. اضرب اضرب. الله أكبر. الله أكبر.
وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت أمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة، وأضاف أن هذه الحرب تتعلق بوجود إسرائيل وسوف تمتد لأسابيع. نحن نفرض حصارا كاملا على غزة، لا كهرباء، لا طعام، لا ماء، لا غاز، كل شيء مغلق. نحن نقاتل الحيوانات ونتصرف وفقا لذلك. شددت هيومان رايتس ووتش على أن حرمان سكان غزة الغذاء والكهرباء والماء يعد جريمة حرب، وصفة تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في هذا الشأن بالبغيضة. المنظمة اعتبرت أن الإجراء يعد عقابا جماعيا، مشيرة إلى أنه يعرض للخطر حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون تحت الحصار الإسرائيلي الساحق وغير القانوني، وفق تأكيدها مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك. أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أن خيارات إسرائيل صعبة، وهي الآن في مأزق حقيقي، وأن إسرائيل التي كانت ترعب المنطقة لا ترعب أحدا اليوم. يعني كل خيارات إسرائيل صعبة بدون شك، يعني هي الآن في مأزق حقيقي. إسرائيل هذه التي كانت ترعب المنطقة لا ترعب أحدا اليوم، ولا يمكن إلا أن تكون مردوعة. هذا النمر من وراء، تستطيع أن تقصف، تستطيع أن تقتل المدنيين، تستطيع أن تدمر البيوت، ولكنها لا تستطيع أن تواجه المقاومين، لا تستطيع أن تواجه شباب في مقتبل العمر أصروا ونهضوا من أجل قتال إسرائيل. وهذا التاريخ كله، لا يمكن إخضاع شعب نهض من أجل حريته وتحرير أرضه. شيعت الضفة الغربية 7 من شهدائها الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فيما أغلق الاحتلال مداخل المدن والقرى بالسواتر الإسمنتية وفرض حصارا مشددا على مدن الضفة. نسرين سلمي. من غزة جنوبا إلى جنين شمالا تودع فلسطين شهدائها الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي. 4 شهداء ارتقوا قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس عندما فتح جنود الاحتلال النار على سيارة قرب الحاجز من دون سبب. جنازات الشهداء جابت شوارع رام الله قبل أن يواروا الثرى في قراهم. ما حصل يعني احنا عندنا في داخل هذا المخيم، انه هذا المخيم هو جزء لا يتجزأ من الوطن الجريح. مخيم قلنديا طول عمره هو يعني مخيم بيتقدم الصفوف وبيتقدم المخيمات الأخرى في سبيل التضحية وفي سبيل إعلاء كلمة هذا الوطن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الشهيد راجح طه من الخليل ارتقى برصاص الاحتلال عندما حاول تنفيذ عملية دهس بجرافة قرب حاجز عسكري. فيما ارتقى الشهيدان عبد الحليم أبو سنينة في أريحة وعماد العديلي خلال تصديه لاقتحام الاحتلال قرية بيتا جنوب نابلس، علما أن قوات الاحتلال أغلقت معظم الحواجز الرئيسة في الضفة الغربية مع إعلانها الحرب على غزة. من غير المقبول أن تقول الولايات المتحدة أن من حق إسرائيل الدفاع عن النفس، أما الفلسطينيون فليس لهم حق الدفاع عن النفس. هذا تمييز عنصري صارخ وغير مقبول بكل المعايير. الشعب الفلسطيني لن يرضخ لهذا الإجرام ولن يرضخ لهذا الاحتلال، والشعب الفلسطيني سيناضل من أجل حريته بكل ما لديه من طاقات. قوات الاحتلال كانت قد شنت حملة اعتقالات واسعة استهدفت أكثر من 40 فلسطينيا من أنحاء مختلفة من الضفة، معظمهم أسرى محررون، فيما أغلقت مداخل المدن والقرى الفلسطينية بالسواتر الإسمنتية والترابية تخوفا من تظاهرات داعمة لغزة. إسرائيل تسعى إلى تبييض وجهها مع مستوطنيها من خلال تصعيد اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة واستهدافهم بالقتل والاعتقال وحصارهم في مدنهم وقراهم. نسر سلمي من المدخل الشمالي لمدينة البيرة، الميادين. وإلى غزة مجددا، وإلى مراسل الميادين أكرم دلول. أهلا ومرحبا بك أكرم. إذن استمرار للقصف والغارات على قطاع غزة، تفاصيل الغارات الأخيرة والقصف لو سمحت أطلعنا عليها. نعم بالتأكيد، نحن أمام مزيد من الغارات العدوانية على أهالي قطاع غزة، وفي هذه اللحظات يتكثف هذا القصف الإسرائيلي على المنطقة الشمالية الغربية من قطاع غزة. نلحظ يعني بين اللحظة والأخرى إطلاق مزيد من الصواريخ من الطائرات الحربية باتجاه المنطقة الممتدة غربا من شاطئ البحر وحتى يعني شرقا
تصل هذه المنطقة شرقا أكثر فأكثر، ويبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم ذات السياسة التي اتبعها بالأمس في منطقة حي الرمال وسط مدينة غزة، بمعنى يعني مثل هكذا غارات قد تستمر لعدة ساعات، وبالتالي نتحدث يعني عن أهداف في عمق الأحياء السكنية يتم قصفها من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو ربما لا أهداف أصلا، ولكن الاحتلال على ما يبدو يحاول قدر الإمكان أن يرفع تكلفة الفلسطينيين وتحديدا على صعيد المدنيين. نحن نتحدث عن أعداد كبيرة من الشهداء الفلسطينيين الذين يعني تصنفهم وزارة الصحة في غزة بأنهم أطفال ونساء، وحتى اللحظة وكما تتابعون مزيد من الغارات وكذلك مزيد من الطلعات الجوية للمقاتلات الحربية الإسرائيلية. إذن مزيد من الغارات في أكثر من مكان، هذه المرة في جنوب غزة وفي شرقها وكذلك الآن في شمالها. عموما يعني قد نشرح لكم بعض ما تفعله إسرائيل الآن. نحن سنرصد لكم مشفى الشفاء، وهو المشفى الأكبر في قطاع غزة الذي ما زال يعني يستقبل مزيد من الجرحى والشهداء. قد يبدو في الصورة الآن دخان ينبعث من المنطقة الشرقية لمشفى الشفاء، وهو نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المشفى في تعد صارخ على كل الأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حماية الطواقم الطبية. نحن نتحدث عن ما لا يقل عن 7 إلى 8 سيارات إسعاف تعرضت للقصف الإسرائيلي المباشر منذ بدأ هذا التصعيد وهذه الغارات الجوية الإسرائيلية. هناك 5 شهداء من المسعفين ارتقوا في مناطق مختلفة من قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، وبالتالي بالفعل نحن أمام حالة هستيريا وتخبط وفقدان للسيطرة من قبل إسرائيل التي تسعى لترميم صورتها على حساب المدنيين العزل. وهذا بالمناسبة ليس بالجديد، ولكنه يتكثف بعد الضربات النوعية والانتكاسة الكبيرة التي منيت بها من جراء صدمتها على وقع عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام والمقاومة. وكذلك نحن نتحدث عن استهداف إسرائيلي واضح للصحفيين، قد يعني يكون ما جرى الليلة الماضية بجوار مكتب الميادين هنا من استهداف لمجموعة من الصحفيين واستشهاد 2 وإصابة 3 بجراح حرجة نموذجا مصغرا لمساعي إسرائيل يعني لقتل. نعم بالتأكيد يعني ارتقى شهيدا ولكنه كان مصابا. كانت هناك محاولات مستميتة من الطواقم الطبية لإنقاذ حياته، لكن تعلمون أن الصواريخ الإسرائيلية محرمة. هنا أريد أن أسأل بالحديث عن الطواقم الطبية وعن كل هذه الاستهدافات مثلا لمحيط المستشفى، الحصار على القطاع الطبي، استهداف كان قبل قليل أيضا لسيارة إسعاف أكرم، بالتالي كيف تؤدي كل هذه الاستهدافات إلى ارتفاع عدد الشهداء وهذا الحصار أيضا والنقص في المعدات الطبية والأدوات الطبية في القطاع؟ نعم، قبل ذلك دعيني أتحدث بما أعلنته للتو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والتي تشير إلى استهداف وتضرر 18 مؤسسة تتبع لها على الأقل في أماكن متفرقة من قطاع غزة. الأونروا منذ اليوم الأول للعدوان فتحت أبواب بعض مدارسها من أجل إيواء من تدمرت بيوتهم أو من يسكنون تحديدا في المناطق القريبة جدا من السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، والذين كانوا وما زالوا عرضة للقصف الإسرائيلي الهستيري. وبالتالي يعني بالفعل حتى المؤسسات والمنظمات الدولية ما زالت في دائرة الاستهداف الإسرائيلي أمام مرأى العالم أجمع. عموما فيما يتعلق بالوضع الإنساني الصحي الاقتصادي الحياتي صعب وقاس قبل أن يبدأ العدوان، وبالتالي لك أن تتخيلي كيف يمكن أن تكون التداعيات في ظل أحاديث رسمية عبر وزير الأمن الإسرائيلي يوف جالانت، والتي
أكد فيها أن إسرائيل قطعت الماء والكهرباء والغذاء عن أهالي قطاع غزة. هو يتبجح أمام العالم ولكنه يدرك أن هناك سياسة كيل بمكيالين وانحياز واضح لعديد يعني الدول التي يتهمها الفلسطينيون بالتواطؤ والمشاركة. هذه غارة شديدة. الغارات لا تتوقف. نعم، في ذات المكان شمال غرب قطاع غزة الغارات كما أشرت لك بلا توقف، وقد يصعب علينا يعني أن نرصد هذه الغارات من شدتها وكثافتها. نحن نتحدث عن هزيمة مدوية تعرضت لها إسرائيل، وبالتالي تحاول كما أشرت وكما هو الميدان في ظل عدم مقدرتها للوصول للمقاومة أن تقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من النساء والأطفال تحديدا، لا نبالغ في ذلك. نحن نتحدث عن محاولة إسرائيلية للضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة لمحاولة إخافة الناس، يعني إلى حد أن هناك بعض الأحاديث دارت في الساعات الماضية عن قيام المواطنين الفلسطينيين بوضع بعض المأكولات والمشروبات في الأماكن الشرقية من قطاع غزة، وتحديدا بعض المناطق القريبة من الحدود، في محاولة لدعم المقاومة الفلسطينية كل حسب طريقته. وبالتالي هذا ليس بالجديد بالمناسبة على أهالي غزة. بالنسبة لأهالي غزة ما جرى في اللحظات الأولى من هزيمة مدوية لإسرائيل وانهيار جيشها في خط دفاعها الأول مثل الانتصار الأكبر، حتى لو سعت إسرائيل إلى يعني التنغيص على هذا الانتصار عبر استهداف المدنيين. نعم، بكل الأحوال أنت معنا أكرم دلول. وإلى البيت الأبيض الآن الذي أكد أن لا نية لإرسال جنود أمريكيين لدعم إسرائيل في حربها على حماس، لكنها ستحمي المصالح الأمريكية في المنطقة. المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قال إن الولايات المتحدة تتوقع طلبات أمنية إضافية من إسرائيل، وستحاول تلبية كل ما تحتاج إليه في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أنه إذا احتجنا تمويلا دفاعيا إضافيا لإسرائيل فسنطلب إلى الكونغرس على حد تعبيره. وأصدرت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا بيانا دعما للاحتلال الإسرائيلي وإدانة لحركة المقاومة الفلسطينية حماس. البيان المشترك دان ملحمة طوفان الأقصى واصفا إياها بغير المبررة، ودعم البيان أعمال الاحتلال الانتقامية من المدنيين العزل باستهدافهم، وأكد البيان الدعم الكامل المتواصل لكيان الاحتلال لضمان قدرته على الدفاع على نفسه أو عن نفسه على حد تعبيرهم. إلى ذلك قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن نائب قائد اللواء 300 في فرقة الجليل مقدم عليم عبد الله قتل خلال اشتباك على الحدود اللبنانية. مراسل الميادين في لبنان أفاد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدى على خراج بلدات عيت الشعب وظهيرة ومروحين الحدودية مع فلسطين المحتلة بقصف استمر أكثر من ساعتين وتركز على خراج بلدة عيت الشعب. مراسل الميادين قال إن القصف الإسرائيلي يأتي بعد اشتباك قرب شريط الشائك قبالة بلدة ظهيرة وسط حديث عن محاولة تسلل من الجانب اللبناني. وردا على الاعتداء الإسرائيلي أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجموعاتها استهدفت ثكنة برانيت مركز قيادة فرقة الجليل وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتيبة تابعة للواء الغربي بواسطة صواريخ موجهة وقذائف الهاون وحققت إصابات مباشرة. المقاومة الإسلامية شددت على أن هذا الاستهداف يأتي كرد أولي بعد استشهاد 3 من مجاهديها نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية. ومجددا إلى غزة وأكرم دلول وغارات كثيفة. أكرم، أكرم هل تسمعني؟ طيب، من غزة إلى جنوب لبنان مراسل الميادين هناك علي مرتضى. مرحبا علي، صباح الخير. يعني كيف هي الأوضاع على الحدود الجنوبية للبنان؟ أين تتواجد أنت الآن؟ ويعني التفاصيل كلها معك.
نعم صباح الخير. في البداية نتواجد الآن في مقابل مستوطنة المطلة. هذه المستوطنة التي أفرغت من ساكنيها تقريبا الجيش الإسرائيلي، سوف أنتقل بالصورة طبعا إلى داخل المستوطنة. الجيش الإسرائيلي يعني يختبئ داخل المنازل ويأخذ الحيطة والحذر من الحدود. لاحظنا على الحدود الآن أيضا بالأمس لم يكن هناك هذه العوائق الإسمنتية التي وضعت لكي يتمكن جيش الاحتلال من الدفاع ربما عن مراكزه في حال تعرض لهجوم من هذه المنطقة. ربما الصورة تتحدث عن نفسها، هذه المستوطنات أفرغت بالكامل بالأمس كما ذكرنا، ومنذ عام 2006 لأول مرة تسير دبابات الميركافا على الطرق المعبدة. هذه البيوت كلها وهذه المنتجعات أفرغت من ساكنيها وسكنها جنود من جيش الاحتلال متواجدين في الحدود ولكن متواريين على الأنظار. المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم تشيع شهدائها الذين ارتقوا بالأمس، وكما ذكرت بالخبر فإن العيون كلها شاخصة نحو الطريقة التي سوف يتم الرد فيها على استشهاد كل من المقاومين بعد الرد الأولي والكبير الذي حدث بالأمس، لا سيما بالمواقع المستهدفة والتي تم استهدافها وهي كلها مراكز قيادة. لابد من القول بأننا اليوم أمام مفصل تاريخي في جنوب لبنان من هذه المعركة، لأنه بداية هذه أول عملية عبور تقريبا لفصيل فلسطيني من لبنان إلى داخل الأراضي المحتلة، كما حدث الأمس بالعملية التي تبنتها سرايا القدس والتي سقط على إثرها شهيدين لسرايا القدس. ومن الناحية الأخرى من الناحية الإسرائيلية بعدها أتى طبعا وضباط يعني هم برتب عالية، وبالتالي هذا أول مفترق طرق. وثاني مفترق طرق بأن الرد الإسرائيلي طال الجيش اللبناني حيث تم قصف تكنة للجيش اللبناني وأيضا تم قصف مقاومين تابعين لحزب الله، ولكنهم طبعا لم يكونوا بصدد القيام بعمل عسكري، وبالتالي هذا أدخل جنوب لبنان بدائرة التوتر بشكل أكبر. و طبعا التركيز إن كان في إسرائيل عند الجيش الإسرائيلي وإن كان هنا أيضا في الحدود اللبنانية على كلمة الرد الأولي في بيان حزب الله، وهذا يشير إلى أن هناك رد ثاني ربما ورد آخر. كل العيون شاخصة نحو الحدود، ومن الواضح بأن الجيش الإسرائيلي اتخذ كل احتياطاته للاختباء، يعني حتى أن خلفنا كان هناك دبابة ميركافا تختبئ. نعم اسمح لنا يعني موجودة وظاهرة ولكنها اختفت عن الأنظار، لأنه هناك يعني قصف كثيف تشهد غزة في هذه اللحظات. أكرم ما التفاصيل؟ نعم، وسط مدينة غزة الآن يتعرض للقصف الإسرائيلي العنيف تحديدا في المنطقة الشرقية من حي الرمال. لا نعلم بالتحديد ما الذي يتم قصفه، لكن يعني 6 صواريخ على الأقل أطلقتها الطائرات الحربية. نشاهد الآن دخان أبيض ينبعث من المنطقة، وهناك يعني سماع لسيارات الإسعاف التي تحاول أن تتحرك باتجاه المكان، وبالتزامن أيضا تستمر الغارات على شمال قطاع غزة، وبالتالي نتحدث عن مزيد من الدمار والخراب الذي تحدثه بين منازل المواطنين تحديدا في منطقة الساحل الممتد غربا وصولا إلى طريق شارع المخابرات كما يعرف شرقا. مع كل لحظة نسمع مزيد من هذه الغارات على تلك المنطقة، وحقيقة يعني حسب ما علمنا قبل قليل هناك محاولات من قبل سيارات الإسعاف الدخول للمنطقة، لكن في ظل الاستهداف الإسرائيلي هناك خشية من أن يتم قصف سيارات الإسعاف هذه، وبالتالي لا نعلم إن ما كان هذا القصف الإسرائيلي تحديدا في شمال قطاع غزة، وهي بالمناسبة منطقة إلى حد ما قريبة من الحدود مع الأراضي المحتلة، لا نعلم إن ما كان هناك إصابات أم لا. الحديث يدور وفق مسعفين فلسطينيين نتواصل معهم عن أن هناك كثير من المناطق في قطاع غزة تعرضت للقصف، ومن شدة الدمار وانهيار المناطق على رؤوس أصحابها يتعذر على طواقم الإسعاف وكذلك الدفاع المدني أن تقوم بواجباتها، على اعتبار أننا نتحدث عن أحداث مهولة. الآن أيضا دخول مفاجئ للطائرات الإسرائيلية بشكل مغير،
إذا نتحدث عن صعوبة بالغة كما كنت أشير في تعامل الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني مع أوضاع من هذا النوع. إسرائيل أعلنت الحرب على قطاع غزة، وبالتالي نحن أمام حرب إبادة بالفعل. هي تحاول أن تبيد كل شيء، إلى حد أن وكالة الأونروا قبل قليل قالت إن أحد موظفيها قد استشهد بفعل هذا الاستهداف الإسرائيلي. وكنت أشرت في الرسالة السابقة إلى أن هناك تضررا ل18 منشأة على الأقل من منشآت وكالة الأونروا الأممية، وهذا يؤكد بالفعل أن إسرائيل تسعى لتدمير وتخريب كل شيء بعدما ساءت صورتها أمام المقاومة الفلسطينية. إذن سلسلة جديدة الآن من الغارات على شمال قطاع غزة، كما نلحظ أشبه بالحزام الناري في أكثر من مكان في تلك المنطقة. نحن نتحدث عن مناطق يعني وإن كانت قريبة من السياج الفاصل الحدودي، إلا أنها تعج بمئات منازل المواطنين، تحديدا في المناطق الساحلية أو القريبة من الساحل التي تتعرض لهذه الهجمات الإسرائيلية العنيفة كما نتابع. نعم. وبالمناسبة يعني دعيني أتحدث عن يعني نقطة مهمة جدا، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أيضا بعض سيارات الدفاع المدني كما يشير لي بعض الزملاء، وبالتالي يعني هناك حرائق ما زالت مندلعة في الأماكن التي تم استهدافها، تحديدا منازل المواطنين. مضى على هذه الحرائق يعني ساعات وساعات دون أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إليها، وبالتالي يعني نحن أمام مزيد من التداعيات الكارثية في ظل عدم تمكن الدفاع المدني من إخماد حرائق هائلة اندلعت على سبيل المثال الليلة الماضية في مجمع أنصار الحكومي، وكذلك في منطقة حي الرمال. ولكن أيضا تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل يعني تتخذ من تدمير الطرقات والشوارع يعني هدفا لها. نتحدث أيضا عن قطع مستمر للاتصالات في معظم مناطق قطاع غزة بعد استهداف إسرائيل لشركة الاتصالات الوحيدة في غزة، وكذلك إلى جانب يعني قطع الكهرباء والمياه وعديد يعني الخدمات التي تلزم المواطنين، لا سيما في مثل هكذا أوقات عصيبة. طيب بكل أحوال أنت يعني باق وعلى رأس الساعة، يعني تتجدد الحديث معك أكرم دلول مراسل ميادين. إلى هنا تنتهي هذه الساعة، شكرا جزيلا لكم، ودائما المزيد من الأخبار والتفاصيل تجدونها على مواقع الميادين على الإنترنت. إلى اللقاء.